هناك مكان فريد حيث تآلف الإنسان والطبيعة والثقافة معاً لآلاف السنين. اليوم نفتتح الفصل التالي من إرث العلا لنعلن عن الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن، أكبر مشروع لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية في العالم. 5 مراكز متميزة تشمل 5 مواقع أثرية رئيسية و15 مرفقاً ثقافياً جديداً لتصبح العلا أكبر متحف حي في العالم. انضم إلينا في الفصل الجديد من إرث مدينة العلا.